بخير عزيزي المشاهد. الأبيات اللي دائما أقولها أنا عن المدينة، ترى هنا الأصل، الأصل عند الشيخ. أنت الأصل، الله يسعدك. الفرع، لا والله عليك. أنت الماء ونحن التيمم. الله شيخ الله يديك. يمكن على الصعيد. لا لا خلاص. الله يكرمك شيخ منصور. الله يرفع قدرك كامل. لك الأثر الطيب، أسأل الله جل وعلا أن يجعلك مبارك أينما كنت. اللهم آمين. جملنا وياك بستره. اللهم آمين. استعد. يلا بسم الله. أتينا لدار النبي الكريم، وشوق الفؤاد إليها عظيم، فطوبى لكم أنتم أهلها بهذا المقام وهذا النعيم، بهذا المقام وهذا النعيم. سلام، الله يجعلنا يا اهل النعيم. اعتزلت ترى يا حبيبي، اهديتها للشيخ. لا والله.